فيك. دورك. طبعا جاكم دوري. جاكم دوري اللي هو هاشتاج التحدي. مها أمس كانت في هاشتاج تحدي الطبخ، وأكيد أنا رح أختار بدل مها اليوم أربع فائزين من اللي علقوا على أدائها من خلال المشاركة في هاشتاج تحدي سوالف رمضان 23. خلونا نشوف من الفائزين اللي أنا رح أختارهم عشان يربحون جوائز قيمة مقدمة من السيف جاليري. حنغش ولا ما رح نغش؟ وش رايك؟ شوفي والله أنا ما أتوقع أنه هذه فيها مجال للغش، فيها اللي تعجبني الكومنت حقها اللي تقول المها. يعني راح تختاري على حسب التعليق هالمرة. خلونا نشوف. رؤى أنا من زمان صراحة ما سويت الهاشتاجات وذي الأشياء، بس وين أروح؟ تبغى أساعدك؟ لو سمحت. طيب يعني بصراحة أبغى الهاشتاج بس. تبغى الهاشتاج؟ طيب أوكي، بس هي إيش الفكرة؟ الفكرة إنه إيش هذا؟ ندخل على سوالف رمضان، مين حاططني قاعد يشوف البروفايل حقي يا جماعة؟ ها كفشتكم. شفتي هذه الميزة. طيب ليه سوالف رمضان قاعد بيعمل لي ريتويت على برامج روتانا بالكامل؟ فينك يا مها هاشتاج تحدي سوالف رمضان؟ الله ايه وصلنا الرؤى. طيب ايوه يا اودي، كيف شو اسمه رمضان معك لحد الان؟ رمضان معي اصلا اتوقع باين علينا كلنا. ايوه ما تحسين فيه صراحه، رمضان هذا السنه غير والبرنامج هذا السنه غير، يعني تحسين حتى البرنامج يعدي وانت ما تحسين فيه. اي من كثر ما هو كذا تحسين لطيف. في تحديات، في سوالف، في طبخات، في محارش شوي انا والبنات. حلو. انا اتابعك يا اودي على السناب، بسم الله الله يديك العافيه، دائما هايبر. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله. يعني الله لا يعني لا يصيبك من عيني بصراحه. بسم الله عليك. طيب يلا بسم الله، خلينا نحط تحدي سوالف رمضان 23. 23 حلو. يلا يا الله اربح. وبعدين شكل مها ما ودها انه احنا نسحب حتى الهاشتاج مو لك. شفتي حتى الهاشتاج ما احنا لاقينا. هذا برضه اربح. وبعدين طيب خليني ادخل على سوالف رمضان واحاول نشوف فين الهاشتاج. طب اجرب مره ثانيه انا؟ يلا. ما رضي يطلع معي بصراحه. شوف انا اقول لك. طيب يعني زي ما بنشوف انه موضوع التحدي كل مره بيكون مختلف، وما ادري عاد هذه المره اتوقع مها منزل الهاشتاج. اي ما شاء الله عليك يا اودي. الحاجه ها ام الاختراع. شفتي بس لسه ما شفتي. ما لقيتي. ايوه اوكي وصلنا اولموست. طيب خلينا على بال ما نطلع على الهاشتاج نشوف ايش تحدي اليوم يا اودي. طيب خلينا اذا مشاهدينا على بال ما نوصل للهاشتاج حتى نربح اللي شاركوا معنا في هاشتاج تحدي سوالف رمضان 23.